يومنا النهارده واولى اخبارنا. والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح فيليب لاجريني وكيل سكرتير العام للامم المتحده والمفوض العام لوكاله الامم المتحده لاغاثه اللاجئين الفلسطينيين الاونروا، وده بحضور سامح شكري وزير الخارجيه والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامه. وأكد السيد الرئيس دعم مصر المطلق للوكالة للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في مجالي التعليم والصحة. كمان امبارح السيد الرئيس استقبل باتريشيا سبينوزا السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأكد سيادة الرئيس تقدير مصر للتعاون المثمر والمتنامي مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيراتها على العالم. وكمان أكد سيادة الرئيس على ضرورة التعاون والتنسيق للتحضير لقمة المناخ العالمية القادمة COP27 واللي هتستضيفها شرم الشيخ. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد فيليب لازاريني وكيل سكرتير العام الأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة مفوض وكالة الأونروا، مؤكدا سيادته دعم مصر المطلق للوكالة للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، ولكونها الآلية الوحيدة التي تقوم بهذه المسؤولية الإنسانية المهمة لتحسين أوضاع الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية، خاصة في مجالي التعليم والصحة. كما أشار السيد الرئيس في ذات السياق إلى أن مصر تؤكد خلال اتصالاتها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية على أهمية تقديم الدعم اللازم للأونروا، لا سيما مع الظروف المادية التي تواجهها والتداعيات السلبية المترتبة على جائحة كورونا، وذلك بهدف الحفاظ على استمرار عملها بالشكل المطلوب، مع استعداد مصر للمساهمة في دعم بعض المشروعات الخاصة بالوكالة وبما يسهم في التخفيف عن المواطنين الفلسطينيين، خاصة من خلال المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة والتي دخلت في مرحلتها التنفيذية الثانية. من جانبه أعرب السيد لازاريني عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مستعرضا دور وكالة الأونروا والتحديات الحالية التي تواجهها في ظل تفاقم الأوضاع على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدا تعويل الأونروا على دور مصر التاريخي والمقدر في حشد دعم المجتمع الدولي للوكالة لمواصلة دورها في دعم اللاجئين الفلسطينيين. كما أشاد مفوض الأونروا بالأولوية الكبرى التي توليها مصر لملف تحسين الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة، والتي تنعكس على الخطوات المتسارعة المتخذة لتعزيز الجهود الجارية الخاصة بإعادة إعمار القطاع في إطار المبادرة المصرية بتخصيص 500 مليون دولار لهذا الغرض. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة باتريشيا إسبينوزا السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. السيد الرئيس أكد تقدير مصر للتعاون المثمر والمتنامي مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيراتها على العالم، والتطلع إلى تركيز هذا التعاون والتنسيق للتحضير لقمة المناخ العالمية القادمة COP27 في شرم الشيخ، وذلك في إطار سعي مصر للبناء على ما تم إنجازه من نتائج خلال قمة جلاسكو الأخيرة بهدف الوصول لحلول والتزامات عملية قابلة للتطبيق دوليا فيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية وحشد التمويل الدولي الضروري لذلك. من جانبها أعربت السيدة إسبينوزا عن تشرفها بلقاء السيد الرئيس وتطلعها لأن تكون القمة المقبلة التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ قمة فارقة في قضية التغير المناخي، مشيدة في هذا الإطار بالمواقف التاريخية ذات الصلة لمصر، لا سيما مع كونها من أولى الدول النامية التي تبنت سياسات حاسمة بشأن ملف تغير المناخ، فضلا عن الجهود الوطنية المبذولة حاليا للاهتمام
بملف البيئة ودعم التحول الأخضر ومجابهة ظاهرة التغير المناخي بما فيها من خلال بناء المدن الخضراء والتحول لوسائل النقل النظيف وإصدار السندات الخضراء، وكذا اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. امبارح الدكتور مصطفى ملبولي رئيس مجلس الوزراء عمل اجتماع تابع فيه موقف توافر المواد البترولية في الأسواق المحلية في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعمل على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين ومن بينها المواد البترولية رغم ارتفاع أسعارها بسبب الأحداث الراهنة. كمان الدكتور مصطفى مدبولي استعرض امبارح تقرير حول افتتاح قصر ثقافة شبين الكوم بالمنوفية بعد تجديده وتطويره وفق أحدث النظم. أكد رئيس الوزراء أن الدولة بتهتم بشكل كبير جدا بالثقافة والفنون كأحد أدوات القوى الناعمة اللي بتشكل وعي الإنسان المصري وبتسهم في بناء شخصيته ضمن استراتيجية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة. ومبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الأخبار اللي ترددت بشأن تغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية نتيجة لنقص المعروض. المركز بدوره تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية واللي نفت كل هذا الكلام وقالت إنه مفيش أي تغيير للسلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية وكل السلع التموينية متوفرة بشكل طبيعي وفي انتظام في ضخ الكميات يوميا بجميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وأيضا فروع جمعياتي، ده غير أنه كمان عندنا مخزون استراتيجي من السلع دي يكفينا عدة أشهر مقبلة. وزارة الداخلية بتستعد لإطلاق فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد اللي هتبدأ يوم الثلاثاء اللي جاي وهتستمر ل 30 يوم. المبادرة هتوفر كافة مستلزمات الأسرة من سلع غذائية وغير غذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة. وكمان امبارح وزارة الداخلية نشرت فيديو على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن آليات تطبيق القانون في كل أنحاء الجمهورية خلال أسبوع. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمني، ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6858 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1171 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات 6922 أرجيلة، إضافة إلى غلق 4686 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 52430 شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 9256 قضية تموينية متنوعة، من بينها 168 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء، وضبط 25 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 490830 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 9063 قضية تموينية
بمضبوطات وزنت أكثر من 1619 طن سلع غذائية متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 334,494 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 65,236 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق، تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4063 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 224 سائقا منهم. كما تم المرور على 225 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 1208 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية حالة واحدة. كما تم فحص 984 حافلة مدارس، تبين مخالفة 3 مركبات لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 570 سيارة و70 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 17,411 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 396 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 81,887 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 82,688,096 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 138 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، ضبط خلالها 151 جهازاً إلكترونياً. وفي مجال جرائم المطبوعات، تم ضبط 72 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 17,350، تمثلت في كتب وأغلفة دراسية دون الحصول على تفويض من الجهات المختصة وأصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 55 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 922,305,037 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1,748 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,597,203,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 13,491,994 جنيها.